أكد رئيس التجمع الوطني الفلسطيني منيب المصري أكد وجود تقارب بين الفصائل الفلسطينية مما قد يساعد في إحداث انفراجة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. المصري قال أيضا لدى وصوله قطاع غزة للقاء قيادات من حركة حماس إن حصيلة جولة من اللقاءات مع الجهات الفلسطينية وعواصم عربية وغربية أفضت إلى خلق أجواء إيجابية تمهد فعلا لتحقيق تلك المصالحة. جولة جديدة من محاولات تحريك الحوار بدأها رئيس التجمع الوطني الفلسطيني منيب المصري قادما من الضفة الغربية بأفكار جديدة رغم تأكيده على عدم رفع سقف التوقعات. بعيدا عن عدسات الكاميرات، المصري التقى وفد حركة حماس لعرض ما بجعبته من مقترحات، والتوصل إلى الممكن بين حركتي فتح وحماس من توصيات. في أجواء مشجعة، هذه بدنا نمسكها ونطورها تكون إن شاء الله مبشرة وتنقلنا إلى إنه إن شاء الله الجهود المصرية إنها تتكلل بالنجاح. الكل عم بيشتغل عليها وكل الفرقاء حابين هل يصير هالوفاق هذا، لأنه مهم كتير وغير وفاق فإحنا في مقتل يعني. حركة حماس وعلى لسان الدكتور محمود الزهار أعلنت أنها تدرس بعض المقترحات لاجتياز المرحلة الحالية لإنهاء انقسام الأخوة الفرقاء، وحدوث تقدم على صعيد المصالحة أكدته الحركة مقرونا بموافقة بقية الفصائل على أي اتفاق أو إجراء. فكيف تنظر حركة فتح إلى هذه الآراء؟ حماس لديها أجندة خارجة عن الإرادة الوطنية في التوقيع. عند لحظة الحسم نتفاجأ بأن حماس تتراجع عن التوقيع. الأساس في كل الأمر هذا لدينا هو التوقيع على الورق المصرية، ومن ثم لدينا الجاهزية في بحث كافة التحفظات سواء من حماس أو من مختلف الفصائل الفلسطينية على هذه الورقة. فصائل المقاومة ركن ركين في اتفاق المصالحة الفلسطينية. حوار القاهرة رسخ دورها في الورقة المصرية، والكل يجمع على محورية الدور المصري، لكنهم لا يرون أي اختراق في ملف التصالح رغم التطورات الحالية. ملف المصالحة هو بأيدي طرفي الانقسام فتح وحماس، لأن المطلوب هو الخروج من الانقسام وليس التعايش معه أو استمراء الانقسام، وبالتالي ملف المصالحة وأمانة بيد الإخوة في مصر الشقيقة من حيث الملف والجهود والعاصمة، وبالتالي نحن نطالب مصر الشقيقة بإعادة فتح ملف المصالحة وسرعة إنجاز هذا الملف ودعوة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار، لكن الجهود الداخلية لا تغني مطلقا عن جهد مصر الكبير. حجر جديد يلقى في مياه المصالحة الراكدة بين الفلسطينيين، فهل تصل دوائره إلى تحقيق الغاية أم تتلاشى على عتبات خلاف على ما يبدو قد غدا عصيا على المصلحين؟ توافق على اتفاق أم اتفاق على محاولة الاتفاق؟ يبقى أي جهد مبذول للخروج من متاهة الحوار نقطة ضوء يراها الفلسطيني خطوة على طريق الوحدة وإنهاء الانقسام والشقاق. لنا شاهين للنيل غزة.